ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده معمول مخصوص عشان في كورس جديد كده انا لسه منزله على منصة يوديمي، فاللي عايز يعرف تفاصيل الكورس، اللي عايز ياخد خصم خاص على الكورس ده تابع معايا الفيديو ده للاخر. بقالي فترة للاسف منزلتش فيديوهات عشان كان في ايدي كام كورس كده بسجله، في كورس رفعته على احدى المنصات اسمه كتابة تقارير العمل او كيفية كتابة تقارير العمل، ده هنتكلم عنه في فيديو تاني، وفي كورس تاني برضو رفعته على يوديمي وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده. الكورس اللي اترفع على يوديمي فهو اكسل للمبتدئين. الكورس ده مفيد لاي شخص ما اشتغلش على اكسل قبل كده او عنده معلومات طفيفة او خفيفة في الاكسل. من المعروف طبعا ان الاكسل يعني ليفلز، في ليفل مبتدئين، في ليفل متقدم، في حاجة خاصة بتحليل البيانات، في حاجة خاصة بالاكسل المحاسبي، ما تقدرش تخش في اي تصنيفة من التصنيفات دي اللي هي متقدم او تحليل بيانات او اكسل محاسبي غير لما تعدي على المبتدئين الاول. مش هتقدر تنط الليفل الاول ده وتروح لحاجة اعلى منه، عشان بكل بساطة الحاجة الاعلى منه دي بتبقى حاجة قوية جدا وبتعتمد على الجزء بتاع المبتدئين. فانا عملت حاجة كده خاصة للناس المبتدئة في برنامج الاكسل. هنشوف دلوقتي مع بعض الكورس بيحتوي على ايه او بيتكون من ايه. والكورس ده انا منزله حتى الان بسعر مبسط جدا او بسعر خفيف جدا، حوالي 370 جنيه. طبعا هو المفروض هيقل عن كده قدام، وكمان في كوبون كده لو استخدمته بيعملك خصم حوالي 65%. فتعالوا نشوف مع بعض تفاصيل الكورس. زي ما انتم ملاحظين معايا دي الصفحة بتاعتي على يوديمي المفروض فيها الكورس. ايه اللي احنا ممكن نتعلمه فيه؟ انت هتتعلم فيه اساسيات البرنامج من واجهة بقى، وازاي نقدر نفتحه وكده، وازاي تقدر تحفظ ملف، تفتح ملف اكسل. يعني بالنسبة للناس اللي هي مبتدئة او ما استخدمتش الاكسل فدي معلومات جديدة تبقى عليهم. بعد كده هناخد مجموعة ادوات قوية جدا في الاكسل، طبعا هنعرفها بالتفاصيل دلوقتي، هننزل تحت ونشوفها. عندك بعد كده في عملية ادخال البيانات بانواعها، ازاي اكتر اقدر اكتب بالعملة مثلا، ازاي اكتب رقم تليفون بادئ بزيرو، طبعا بيبقى في مشكلة في الارقام اللي بادئة بالزيرو في الاكسل، وغيرها طبعا من انواع البيانات. هنتعلم برضو ازاي نقدر ندخل رسم بياني وصور واشكال هندسية، وازاي اقدر مثلا اربط خلية بشكل معين بحيث اي حاجة تتكتب جوه الخلية دي تبتدي تظهر لي في الشكل ده. هنتعلم برضو مجموعة اختصارات قوية جدا. هنعرف برضو ازاي نقدر نتعامل مع اوراق العمل، الجداول ومميزات وعيوب الجداول، ولو في عيوب في الجداول ازاي نقدر نتغلب على العيوب دي. هنعرف برضو مجموعة دوال، حوالي هنطبق حوالي 30 معادلة مثلا مع بعض في الدورة دي، وهنتعرف على ازاي اقدر اظبط ورقة العمل قبل ما اطبع، وازاي اقدر استخدم الطباعة، ازاي اقدر احط اللوجو بتاع الشركة مثلا في كل الصفحات اللي هيتبقى فيها الجدول بتاعي، ازاي اقدر اخلي الجدول كله يتبقى فيه ورقة واحدة، ازاي اقدر اعمل شات جوه الخلية مع الموظفين او مع التيم اللي معايا في الشركة، وغيرها طبعا في ادوات كتيرة جدا هتلاقوها موجودة. طيب ننزل نبص. ادي الجزء الاول اللي هي المقدمة والواجهة الرئيسية، دي المفروض النقط اللي احنا هنتعلمها فيها، كلها حاجات بسيطة تمام بالنسبة لواحد اشتغل على اكسل، انما هتبقى حاجة جديدة بالنسبة لواحد عمره ما فتح الاكسل. نيجي بعد كده هنا بقى ازاي نقدر نتعامل مع الجداول والجزء بتاع السورت والفلتر، وازاي اقدر احدد نوع بيانات الخلية، وازاي اقدر اتغلب على العيوب اللي موجودة في الجداول، وايه هي مميزات الجداول اللي بيوفرها لي، والنسخ ونقل البيانات. نيجي بعد كده نخش بقى في الجزء بتاع الدوال والمعادلات، وهي دي المفروض الدوال والمعادلات اللي احنا هنتعلمها مع بعض. ننزل بعد كده في عندي هنا ادوات الادراج، في تاب عندي في الاكسل اسمها انسيرت، دي موجود جواها مجموعة كده نقط او مجموعة ادوات تقدر تستخدمها، زي ان انا ازاي ادخل صورة، اشكال هندسية، اشكال مركبة، الهيدر والفوتر، الرسم البياني، ازاي اقدر اعمل لينكات، ازاي اقدر اعمل تعليقات وافتح محادثات ما بيني وما بين الموظفين في الخلية. نيجي بعد كده لاخر جزء وهو الطباعة واشهر الاختصارات اللي موجودة في برنامج الاكسل. طبعا لو تاخدوا بالكم هنا الكورس مكون من 44 محاضرة متقسمين على 5 أجزاء، مدة الكورس 3 ساعات و55 دقيقة، يعني احنا بنتكلم في حوالي 4 ساعات.
سعر الكورس المفروض حاليا هو المفروض حوالي 370، طبعا بعد الخصم او الكوبون اللي انا عامله ده 65%. سعر الكورس بيوصل معاك حوالي 130 جنيه، فده يعني سعر قليل جدا. في كورس فيه 44 محاضرة مدته حوالي 4 ساعات، فسعره قليل جدا. فأنا شايف لو أنت فعلا مهتم بالموضوع فالسعر ده فرصة ليك يعني حاليا، مش بسوق لنفسي أو ببيع لنفسي يعني، بس هو فعلا السعر ده مش هتلاقيه. طيب ازاي اقدر بقى احصل على الكورس ده، وازاي اقدر اخد الكوبون الخصم، او ازاي اقدر اسجل كوبون الخصم؟ بكل بساطة هتلاقوا فيه لينك محطوط في الديسكريبشن. اللينك ده هتيجي فوق تحطه كده وتدوس انتر، هتبتدي تلاقي الصفحة بتاعتي بدأت تتفتح. هيطلب منك هنا تحت في ابلاي كوبون، تضغط عليها تبتدي تحط الكوبون. الكوبون ده برضو هتلاقيه في الوصف تحت الفيديو، فاحنا اللينك هتلاقيه في الوصف تحت الفيديو اللي هو الديسكريبشن، وهتلاقي برضو الكوبون محطوط في الوصف تحت الفيديو. هتيجي هنا بقى تروح حاطط الكوبون بالشكل ده وتقول له ابلاي، هيبتدي يقول لك هنا از ابلايد، يعني انت خلاص كده عملت ابلاي للكوبون ده وهتبتدي تستفيد من الكورس ده. بس طبعا خد بالك انك لازم تكون عامل تسجيل للاكونت بتاعك، يعني هتعمل ساين اب للاول جوه الويب سايت بتاع يوديمي، تسجل بياناتك وتحط الايميل بتاعك، وبعد كده تبتدي تخش تستخدم اللينك ده، بعد كده تبتدي تحط الكوبون بتاعك وتقول له ابلاي. طبعا بعد كده المفروض بتقول له باي ناو عشان تبتدي تشتري الكورس ده وتبتدي تستفيد منه، او عشان تبتدي تتفرج عليه. لو انت مهتم فعلا بالكورس ده يا دوبك تلحق تشترك وتبتدي تحط الكوبون عشان تستفيد من العرض ده. ده كان بقى بكل بساطة التفاصيل الخاصة بالكورس ده. لو عندك بقى أي استفسار أي حاجة فممكن تكتبها لي في التعليقات. أشوفك على خير إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة رمضان.